الكاميرا تشبه العين البشرية، تأثير الضوء هو نفسه بالنسبة إلى كلتيهما، ونفق سليم إسلام في بيروت مثال على ذلك. فما سنشاهده الآن عبر عدسة الكاميرا هو نفسه ما يحدث لبصر سالكي هذا النفق المعروف بظلمته، فالدخول المفاجئ من النور إلى الظلمة يتسبب بغشاوة للسائق تمنعه من الرؤية جيداً بضع ثوان، والنتيجة أحياناً مؤلمة. النفق خطير كتير هيدا، ما في ضوء، هلأ فوت شوف، يعني بتفوت كأنك فايت على القبر. حوادث قد ما بدك بقلبه، ما بيسوى أبداً، لا في ضوء ولا في شيء، وريحة بتقتل فيه. ولكثرة مشكلات النفق يصح وصفه بالمنكوب، فنظام تهويته شبه منعدم والتلوث حاد والحفر منتشرة فيه، على الرغم من أعمال الصيانة التي تنفذ فيه من حين إلى آخر. فطيس، خنيق، شحبار، دخان، يعني جد شيء مش طبيعي. فطيس شو؟ لا شفاطات فيه، إذا بيمرق كاميون العالم بتهرب منه، إذا بيمرق في زبال العالم تهرب منه، تمرق من أول نفق لآخره بتلاقي فيه جوا. وأمام هذه الحال المزرية ينتظر النفق مشروعا شاملا لتأهيله قد يبصر النور قريبا. وبحسب رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني فأن دفتر الشروط بات جاهزا، وستطلق مناقصة تلزيم مباشرة بعد عيد الفطر تتضمن حلولا نهائية لجميع مشكلات النفق. مشروع التأهيل تأخر كثيراً، لكن سالكي هذا الطريق ينتظرونه كمن ينتظر لحظة الخروج من الظلمة إلى النور. نعيم برجاوي، قناة الجديد.